بحقيقة المؤمن بالله أن وحد الله لا يعدى ربط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى اللهم برب المحيي صلى المسيح ابن الله الوحيد المولود من آب وخلقته نور منه إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الكرم الذي به كان كل شيء هذا الذي نبناه بشرا خلاصنا آمين. نحن كافرون
Oh.
المقدسين احتفلنا النهاردة بتكريس 2 من الخدام وإديناهم درجة الشماس الكامل، والكنيسة دايما بتدي درجة شماسية للخادم عشان يبقى بيخدم بصورة كنسية وبسلطان الكنيسة وبمسؤوليتها في تعليم وفي خدمة الشعب بتاعها. الشمامسة المكرسين بيدوا جهد وبيدوا وقت وبيدوا تركيز في الخدمة، وبيشتغلوا في مجالات ممكن الأباء الكهنة ما عندهمش السعة أو الطاقة أو الوقت إنهم يقوموا بهذه الخدمات. فالإخوة اللي ترسموا النهاردة هيخدموا في مجال الشموسية وهيخدموا في مجال الخدمات الاجتماعية والثقافية والأنشطة الفنية زي المسرح وزي المعسكرات وزي المؤتمرات وكده، واحنا بنتمنى لهم النجاح والتوفيق وتبقى خطوة مباركة ليهم ولحياتهم ولخدمتهم في الكنيسة. بركة ربنا. نشكر سيدنا نيافة الأنبا تدرس مطران بورسعيد ونيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلجيكا. النهاردة يعني نولت نعمة الدياكونية، ويعني ربنا يديني نعمة وان انا اقدر اخدم الدرجة الشموسية ديت، وربنا يسندنا يعني ويساعدنا. بنشكر ربنا على النعمة اللي ادهانا ما استحقهاش، بيدينا اكتر ما بنستحق واكتر ما بنطلب، وشكر خاص لنيافة الأنبا أرساني ابويا اللي خيره وكرمه مغرقني يعني، وشكرا ان هو عمل دعوة للأنبا تدرس اسكوب بورسعيد مطران بورسعيد ومطراني ان جه وحضر معانا الرساله. شكرا لكم. من النهاردة بقى نقول لهم في الوباتير الأخ في الوباتير والأخ مكان سيدنا تعيش وترسم. وهنبدأ على طول دلوقتي مع الفيلمبيا، نسيبكم نتمتعوا بالخسخين اللي بتاع الإخوة الشمامسة. ومشي الدنيا وكل الناس مرتاحين. الاخ مجاري والاخ لوباتير على الرساله. كلمه شماس هي كلمه سرياني معناها خادم، والقديس بولس الرسول لما اتكلم عن الشمامسه قال عليهم صفه جميله، قال يجب ان يكون الشمامسه ذوي وقار لا ذوي للجنين، مدعين بالكذب القبيح أو طمعين بالكذب القبيح. نهني شعب الكنيسة بتاع الربوشية كلها، ونهني سيدنا على الاختيار بتاعه للأخ مكاري والأخ فلوباتير.
ربنا ونشكر سيدنا على ترشيحه للاخ مكان الاخ فلوباتير للخدمه. والحقيقه انا افتكر لما قدست البابا كان يعني بيد المباركه بيبارك سيدنا الانبا ارساني، فقال قدست البابا احنا ما عندناش كلمه ترقيه في الكنيسه، احنا عندنا خدمه والخدمه بتزيد.